أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون الجمعة 19 آذار 2021 استهداف شركة أرامكو في الرياض بست طائرات مسيرة. وقال المتحدث باسم حركة أنصار الله الحوثية في اليمن يحيى سريع، وبحسب وسائل إعلام عالمية تعلن تنفيذ عملية 6 شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بستة طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية. وتعهد المتحدث العسكري باستمرار العمليات وتصاعدها طالما استمر العدوان، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي والحسني. وتابع قائلا: نجدد دعوتنا لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد عن الأهداف العسكرية والحيوية، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا.